ما زال الجدل قائما بحدة حول مشروع بناء مركز إسلامي بنيويورك التي ما زالت تشهد مظاهرات مؤيدة ومعارضة للمشروع. الأولى تنادي بتطبيق القيم الأمريكية التي تحمي حرية الأديان ومؤيدة لبناء المركز الإسلامي بالقرب من موقع مركز التجارة العالمي، والثانية تدعو إلى وقف بناء المركز بالقرب من موقع اعتداءات 11 سبتمبر بسبب حساسية الموقع. ويرفض المعارضون لبناء المسجد المشروع تخوفا من أن يكون قلعة للتطرف الإسلامي، بينما يدافع المؤيدون له عن بناء المسجد باعتباره دليلا على التسامح وحرية الأديان في أمريكا، ويتهمون المعارضين لبناء المسجد بالعنصرية. وتسعى الجالية الإسلامية في نيويورك إلى بناء مركز إسلامي إلى جوار ميدان جراوند زيرو من 15 طابقا يمثل المسجد مركزه الرئيسي، وتقدر تكلفة البناء بحوالي 100 مليون دولار. ويذكر أن عمدة نيويورك يؤيد المشروع الذي أقره مجلس البلدية، والذي برر الرئيس باراك أوباما دعمه له بحرية العقيدة التي يكفله الدستور، إلى أن 61% من سكان المدينة يعارضونه، الأمر الذي لم تتوانى المعارضة الجمهورية عن استغلاله. وكان الرئيس أوباما أثار ضجة بتأييده إقامة المسجد في هذا المكان، ما حمله على الأثر إلى إجراء توضيح لموقفه، مشددا على أن المسألة هي مسألة مبادئ، جوابا على سؤال أحد الصحفيين قائلا: Well, the you know, my intention was to simply let people know what I thought, which was that in this country we treat everybody equally in accordance with the law, regardless of race, regardless of religion. I was not commenting, and I will not comment on the wisdom of making a decision to put a mosque there. I was commenting very specifically on the right that people have that dates back to our founding. That's what our country is about. I think it's very important that, you know, as difficult as some of these issues are, you know, we stay focused on who we are as a people and what our values are all about. But let me be clear. As a citizen and as president, I believe that Muslims have the right to practice their religion as everyone else in this country. And that includes the right to build a place of worship and a community center on private property in Lower Manhattan in accordance with local laws and ordinances. وقد اعتبرت العديد من الجهات المشوشة والمعادية للإسلام هذا التوضيح تراجعا في تأييد بناء المسجد في حربها ضد بناء المركز الإسلامي بنيويورك، وخلق الارتباك في صفوف الجالية الإسلامية والمؤيدين للمشروع الإسلامي الطموح. ويبقى النقاش دائرا، وتوضع مسؤولية كبيرة على الجالية الإسلامية بأمريكا في المزيد من التحرك والتنسيق لإقناع مراكز القرار ببناء المركز الإسلامي المذكور، والعمل بجد لتصحيح صورة الإسلام التي شوهتها أحداث 11 سبتمبر.